مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحية، وها هي الانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لشوطنا الثاني في مجموعة اشواط هذه الامسية التراثية الجميلة. والشوط الثاني خصص للقعدان ايضا الحجائج لاصحاب السمو الشيوخ في هذا الانطلاق الجميل. نتابع معكم المجريات، نتابع الصدارة، نتابع المركز الاول وياتي هنا النخلي على الصدارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري، ومن الجانب الاخر هناك ايضا التسلل من هملول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع مشعان بن سعيد بن غدير من ينطلق على المركز اذا الاول هنا في هذه اللحظات. النخلي في المركز الثاني والنخلي الاخر في المركز الثالث، وملقية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري. وفي المركز الرابع في هذه اللحظات شاهين على المركز الرابع، وشاهين الاخر على المركز الخامس، وملقية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة حمد بن الضعيف بن غدير لقتبي. وهناك النخلي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري من ياتي سادسا. المركز السابع هنا شاهين لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن عبيد بالدبيله في التضمير، ومن الجانب الاخر هناك صوغان لسمو شيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيد بن مبارك بن غويث في التضمير. وعلى المركز الثامن هنا القدوم من شاهين لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري، ووصول من نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع مطر بن سيف بن لاحج الهايري من ياتينا تاسعا وعاشر المراكز. الذيب لسمو الشيخ زايد بن المرموم مكتوم المكتوم مع حمدون بن علي العويسي. هذه هي النتائج للمراكز الاولى في هذا الانطلاق، ولكن هملول هناك من يسيطر بعد المغادره لمنتصف المسافه. هملول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده احد شعرائنا وملحنيننا الكرام مشعان بن سعيد بن غدير اللي اكتبي هنا من ينطلق بهملول على الصداره. المركز الثاني شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم محمد بن الضحيف بن غدير اللي اكتبي النخلي ياتينا على المركز الثالث. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري. وفي المركز الرابع ياتي النخلي الاخر ايضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري، وصوغان سمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف بن مبارك بن غويث في التضمير. على المركز الخامس هذه اللحظات السادس المراكز ووصول في هذه اللحظات هنا ايضا من براق سمو الشيخ ماجد بن عبد الرحمن المعلى مع علي بن مهير بن بليشة، وبعود الى الصدارة، بعود الى المقدمة، الى المركز الاول. يسلم يسلم يسلم، ارى التحديات والمناوشات بدت في هذه اللحظات، بدت هنا مع هملول وشاهين على صدارة على المقدمة على المركز الاول وصدارة دارة هذا الشوط. خلال هذا الانطلاق يا سلام، شاهين من انطلق على الصدارة، انطلق على المقدمة على المركز الاول وصدارة هذا الشوط. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم محمد بن الضعيف بن غدير الكتبي على الصدارة على المقدمة بهذا الاداء الجميل. هنا يلاحق شواهين، هنا شاهين يلاحق شواهين في الشوط الاول الرئيسي للابكار، وهنا شاهين في الشوط الاول الرئيسي للقعدان ايضا هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. ثانيا ياتينا هملول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم، ولكن هنا شاهين على الصداره على المقدمه. تهانينا تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز لشاهين، والتهنئه لحمد بن الضعيف بن غدير الكتبي. المركز الثاني هملول ايضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم. المركز الثالث وانتظار ثالث المراكز صوغان سمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد
المكتوم مع حسين مبارك بن غويث وفي المركز الرابع النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رامز المكتوم، المركز الخامس براق لسمو الشيخ مالد بن عبد الرحمن المعلى، والتوقيت الزمني 4:41 الذي التوقيت الذي سجل تحت اقدام مشاهدينا الكرام وشاهين تهانينا والناموس.